And then I called for Nadia Murad to step forward and give her Nobel lecture. The floor is yours. صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المشرفة سيداتي ساداتي طاب يومكم شكرا للجنة نوبل على هذا الشرف إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمي بهذه الجائزة القيمة مع صديقي الدكتور مكويغي الذي عمل ويعمل المستحيل في سبيل تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي ويكون صوتا لأولئك النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي اليوم أود أن أتكلم من صميم قلبي لأشارك معكم كيف أن مسيرة حياتي وحياة المجتمع الإيزيدي برمته تغيرت بسبب هذه الإبادة وكيف حاول داعش إنهاء وجود مكون من مكونات العراق عن طريق سبي النساء وقتل الرجال وتدمير المزارات ودور العباد اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي إنه اليوم الذي انتصر فيه الخير على الشر اليوم الذي انتصر فيه الإنسانية على الإرهاب إنه اليوم الذي انتصر فيه النساء والأطفال اللواتي عانينا من الاضطهاد على مرتكبي الجرائم أأمل أن يمثل اليوم بداية حقبة جديدة عندما يكون السلام أولوية ويمكن للعالم بشكل جماعي أن يبدأ في رسم خارطة طريق جديدة لحماية النساء والأطفال والأقليات من الاضطهاد لا سيما ضحايا العنف الجنسي عشت طفولتي كفتاة قروية في قرية كوتشو في جنوب بلدة سنجار لم يكن لدي معرفة عن شيء اسمه جائزة نوبل للسلام لم أكن أعلم شيئا عن الصراعات والقتل الذي يحدث في عالمنا كل يوم لم أكن أعلم أن البشر يستطيع أن يرتكب هكذا جرائم بشعة ضد بعضه البعض ككل فتاة صغيرة كنت أحلم بأن أنهي دراستي الثانوية وكان حلمي الأكبر أن يصبح لدي صالون للميك اب في قريتنا وأن أعيش بالقرب من عائلتي في سنجار لكن هذا الحلم أصبح بمثابة كابوس وحدث ما لم أكن أتوقعه يوما حدثت الإبادة وكنتيجة لهذه الإبادة فقدت أمي وفقدت ستة من أشقائي وفقدت بنات أشقائي الاثنين حيث أن كل عائلة إيزيدية لها قصة مماثلة وأكثر بشاعة بسبب هذه الإبادة نعم حياتنا تغيرت بين ليلة وضحاها بشكل يصعب علينا استيعابه كيف أن كل عائلة إيزيدية تفرقت عن بعضها البعض كيف أن النسيج الاجتماعي لمجتمع مسالم قد تمزق كيف أن مجتمع كامل كان يحمل رأية السلام ويحب ثقافة التسامح أصبحوا وقوداً لحرب كانوا في غنى عنها خلال تاريخنا تعرضنا إلى الكثير من الحملات الإبادة الجماعية بسبب معتقداتنا وديانتنا وكنتيجة لهذه الإبادة لم يبقى في تركيا سوى أعداد قليلة من الإيزيديين أما في سوريا فقد كان عدد الإيزيديين حوالي 80,000 أما اليوم فعددهم لا يتجاوز 5,000 شخص والإيزيديون في العراق يواجهون نفس المسير عددهم في تناقص كبير وإن هدف داعش بمحو هذه الديانة سوف يتحقق إذ لم يتم توفير الحماية لهم
وهكذا هو الحال بالنسبة للأقليات الضعيفة الأخرى في العراق وسوريا. بعد فشل حكومة العراق وحكومة كردستان العراق في حمايتنا، فشل المجتمع الدولي في إنقاذنا من داعش ومنع وقوع هذه الإبادة ضدنا. وقف مكتوف الإيدي يتفرج على إبادة مجتمع كامل دون أي حراك. منازلنا، عوائلنا وتقاليدنا، شعبنا وأحلامنا، كرامتنا كلها تدمرت. بعد الإبادة حصلنا على تعاطف دولي ومحلي، واعترفت العديد من الدول بهذه الإبادة، ولكن الإبادة لم تنتهي بعد. التهديد بالفناء لا يزال مستمرا. حال الإيزيديين لم يتغير في سجون داعش، لم يتم خروجهم من المخيمات، لم يتم بناء ما دمره داعش. لحد الآن لم يتم محاسبة مرتكبي الجرائم الذين قادوا هذه الإبادة ضدنا. لا أريد تعاطفا أكثر، أريد ترجمة هذه العاطفة إلى عمل على أرض الواقع. إذا كان المجتمع الدولي جاداً في تقديم المساعدة لضحايا هذه الإبادة، وإن أردنا أن يعود الإيزيديين إلى مناطقهم من مخيمات النزوح ومنحهم الثقة مرة أخرى، فعلى المجتمع الدولي حماية الإيزيديين، توفير حماية للإيزيديين وتحت إشراف الأمم المتحدة. بدون هذه الحماية الدولية ليس هناك أي ضمان بأنه سوف لن نتعرض إلى إبادة أخرى ومن مجامع إرهابية أخرى. كما أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ملتزماً أكثر في توفير فرص اللجوء والهجرة لأولئك الذين أصبحوا ضحايا لهذه الإبادة. اليوم هو يوم خاص لجميع العراقيين، ليس فقط لكوني أول عراقية تتم تتويجها بجائزة نوبل للسلام، بل لأنه اليوم الذي نحتفل فيه بنصر تحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن العراقيون من الجنوب إلى الشمال توحدوا وخاضوا معركة طويلة نيابة عن العالم كلها ضد هذا التنظيم الإرهابي المتطرف. وحدة العراقيين في مواجهة داعش وأفكاره أصبح قوة لنا جميعا، ومعا استطعنا أن نفضح جرائمهم. ويجب أن نتوحد معا ونعمل معا لمحاسبة داعش والذين رحبوا وساعدوا وانضموا لداعش للسيطرة على مناطق كثيرة في العراق. يجب أن لا يكون هناك مكان للإرهاب وأفكاره في العراق ما بعد داعش. يجب أن نكون يداً واحدة في بناء بلدنا. يجب أن نساهم معاً في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع مكونات العراق. ينبغي علينا أن نتذكر كل يوم كيف أن تنظيم داعش ومن يحمل أفكاره هاجم الإيزيديين بوحشية في عام 2014 بهدف إنهاء وجود أحد المكونات الأصلية في المجتمع العراقي. داعش ارتكب هذه الجريمة، هذه الإبادة بحقنا فقط لكوننا إيزيديين. نمتلك معتقد وعادات مختلفة لا تؤمن بقتل الآخر والسبيه واستعباده. في القرن الحادي والعشرون وفي عصر العولمة وحقوق الإنسان، أكثر من 6500 طفل وامرأة إيزيدية أصبحوا سبايا وتعرضوا للبيع والشراء والعنف الجنسي والنفسي. ورغم مناشداتنا اليومية منذ عام 2014 إلا أنه لا زال مسير أكثر من 3000 من النساء والأطفال الإيزيديات مجهولاً في قبضة تنظيم داعش. فتيات بعمر الزهور يتم بيعهن وشراؤهن والسبيهن واغتصابهن. هل يعقل أن لا يتحرك شعرة من ضمير قادة 195 دولة حول العالم في العمل على تحرير هؤلاء الفتيات؟ ماذا لو أنهم كانوا صفقة تجارية أو حقل نفطي
أو شحنات أسلحة أكيد كنا نرى بأن الجهود سوف تكون مضاعفة من أجل تحريره. في كل يوم أسمع قصص مأساوية تدمع لها العين، مئات الآلاف بل الملايين من النساء والأطفال حول العالم يعانون من الاضطهاد والعنف. في كل يوم أسمع صرخات الأطفال في العراق وسوريا واليمن. في كل يوم نرى المئات من النساء والأطفال في أفريقيا والدول الأخرى يسبحون مشاريعاً للقتل ووقوداً للحروب دون أن يتحرك أحد في مساعدتهم أو محاسبة من يرتكب هذه الجرائم بحقهم. منذ حوالي 4 سنوات أصول وأجول حول العالم وأحكي قصتي وقصة مجتمعي والمجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم دون تحقيق جزء بسيط من العدالة ودون محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهم. إذا لم تتحقق العدالة فحتما سوف تتكرر هذه الإبادة ضدنا وضد المجتمعات الضعيفة الأخرى. العدالة هي السبيل الوحيد في تحقيق السلام والتعايش بين مختلف المكونات. إن أردنا عدم تكرار حالات الاغتصاب والسبي بحق النساء يجب علينا أن نقوم بمحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا من العنف الجنسي سلاحاً لارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات. أشكركم جداً على شرف هذا التكريم، لكن حقيقة ليس هناك أي جائزة في العالم يمكن أن تعيد لنا كرامتنا سوى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين. ليس هناك أي تكريم يمكن أن يعوض لنا أهلنا وأحبتنا الذين قاتلوا وسبوا بغير ذنب فقط لكونهم إيزيديين. ليس هناك أي جائزة تستطيع أن تعيد لنا حياتنا البسيطة بين أهلنا وأصدقائنا غير تحقيق العدالة وحماية ما تبقى من مجتمعي. في هذه الأيام نستذكر ذكرى 70 لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقوع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية. مجتمعي يعيش تحت إبادة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. المجتمع الدولي لم يمنع وقوع هذه الإبادة فقط، بل فشل لحد الآن في وقف هذه الإبادة ضدنا وجلب مرتكبي الجرائم إلى العدالة. هناك الكثير من المجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم يتعرضون إلى التطهير العرقي والتمييز وتغيير الهوية أمام أنظار المجتمع الدولي. حماية الإيزيديين وكافة المجتمعات الضعيفة الأخرى هي مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات. حماية حقوق المرأة والأطفال وخاصة النساء من العنف الجنسي في المناطق التي توجد فيها صراعات وحروب داخلية. لقد كان لي شرف المشاركة في مؤتمر باريس للسلام. هذا المؤتمر كان الذكرى السنوية 100 لنهاية الحرب العالمية الأولى، لكن كم إبادة وكم حروب حدثت منذ أن توقفت الحرب العالمية الأولى. ضحايا الحروب والإبادات لا تعد ولا تحصى، وخاصة الحروب الداخلية. نحن كعالم ندين ونعترف بهذه الإبادات والحروب، لكن نفشل في وضع حد لمنع حدوثها وتكرارها. صحيح هناك الكثير من الصراعات والمشاكل في العالم، ولكن هناك أيضا مبادرات وجهود كثيرة تجري لتحقيق العدالة ومساعدة الضحايا.
فلولا مبادرة ولاية بادن فودنبرغ والسيد كريشمان ومساعدتهم لما كنت قادرة اليوم على التمتع بالحرية، ولم أكن قادرة على فضح جرائم داعش والتكلم عن حقيقة ما تعرض له الإيزيديين. لذلك أقول إن جميع الضحايا يستحقون ملاذا آمنا لحين تحقيق العدالة لهم. للتربية والتعليم دور أساسي في تنشئة المجتمعات المتحضرة التي تؤمن بالتسامح والسلام. لذلك علينا أن نستثمر في أطفالنا، لأن الأطفال كورقة بيضة نستطيع أن نعلمهم السلام والتسامح والتعايش المشترك بين المكونات بدلاً من الكره والطائفية. ويجب أيضاً أن تكون المرأة هي مفتاح الحل لكثير من المشاكل، ويجب إشراكها في عملية بناء السلام الدائم بين المجتمعات. بصوت ومشاركة المرأة يمكننا أحداث تغييرات جوهرية بين المجتمعات وفي العالم. أنا فخورة بالإيزيديين على قوتهم وصبرهم. لقد تم استهداف مجتمعنا مرات عديدة لإنهاء وجودهم، ومع ذلك فأننا نواصل الكفاح من أجل حقنا في الوجود. يجسد المجتمع الإيزيدي السلام والتسامح، ويجب أن يكون مثالاً للعالم. في الختام دعوني أن أستثمر هذه الفرصة وأقول شكراً لكل شخص دعم رسالتي منذ يوم الأول، شكراً لفريق عملي، شكراً لرفيق دربي وسندي عابد الذي لم يتخلى عني يوماً، شكراً لكل الدول التي اعترفت بالإبادة الإيزيدية وقدمت المساعدة للمجتمعات الضعيفة، شكراً لكندا وأستراليا الذين أصبحوا ملاذاً آمناً لضحايا إبادة الإيزيدية، شكراً للمملكة المتحدة على مساعدتهم ومبادرتهم في تشكيل فريق دولي للتحقيق في جرائم داعش، شكراً لفرنسا والرئيس ماكرون على مواقفهم الإنسانية تجاه قضيتنا، شكراً لكردستان العراق على مساعدتهم للنازحين منذ 4 سنوات، شكراً لأمير الكويت وحكومة النرويج لمبادرتهم في عقد مؤتمر إعادة أعمار العراق، شكراً للصديقة المحامية أمل كلوني وفريقها الذين يبذلون جهود كبيرة في محاسبة داعش، شكراً لدولة يونان التي قدمت الكثير للاجئين. فلنتوحد في مواجهة الظلم والاضطهاد ونرفع صوتنا سوياً ونقول لا للعنف نعم للسلام، لا للاستعباد نعم للحرية، لا للتمييز العنصري نعم للمساواة وحقوق الإنسان للجميع، لا لاستغلال النساء والأطفال نعم لتوفير حياة حرة كريمة لهم، لا لإفلات المجرمين من العقاب نعم لمحاسبة المجرمين والمرتكبين وتحقيق العدالة. وشكراً لطيب استضافتكم وحسن استغنائكم، ودمتم في سلام دائم.
disco. There will be more music before the second Nobel speech. Artist Anne Brun will give us her own song, Horizons, which she created together with Dustin Halloran. She plays the guitar, accompanied by Howard Ginze on the piano. We shall also hear Kolbjørn Holte on violin and Andreas Sandvik on the cello. Peace Prize winner is honored today.